نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. إلهي آمين. 26واں پارا سورة الذاريات، لسن نمبر 270 آيات 1-60. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. 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 والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. لفي قول مختلف. لفي قول مختلف. آیت نمبر 7 پھر سے پڑھیے گا. ذات الحبك. اس میں لاسٹ میں کسی کی ساؤنڈ آئی تھی، شاید کسی نے قلقلہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ قوف نہیں ہے، کاف ہے. ٹھیک ہے. ذات الحبک سے پڑھیے. والسماء سے. والسماء ذات الحبک. اگلی آیت بھی پڑھیے. بارک اللہ فیکم. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين.
المكذبين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم پھر سے پڑھیں گے مت چار کاؤنٹس کے برابر آگے پیچھے آوازیں مت کیجیے گا پھر سے پڑھیے پھر سے پڑھیے حق ان سے وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم
أفلا تبصرون أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم كذا لکھی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں کذا لکھی قال ربکی انہ ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ربکی ہے اس کو بھی نشان لگا لیجئے اور کذا لکھی کاف پر كذلك کی کاف بھی نشان لگا لیجئے قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون وتركنا فيها آية للذين يخافون
يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا إلا جعلته كالرميم إلا جعلته كالرميم كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها والسماء بنيناها بأيد وإنا بأيد وإنا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون بل هم قوم
فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون جی الحمدللہ لیسن مکمل ہو گیا اور سورت بھی مکمل ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.